السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا اليوم مع درس جديد لسنوات الرابعة متوسط سيكونس 2. اوكي، راح نبداو مع الدرس تاع اليوم اللي هو superlative of superiority. What does mean superlative of superiority؟ راح نديرو مقارنة، حين نقارنو انسان واحد مع مجموعة من الناس، ولا حيوان مع مجموعة من الحيوانات، ولا شيء مع مجموعة من الأشياء. يعني حاجة واحدة نقارنوها مع مجموعة، أوكي؟ ولا بشرح آخر، يعني هذيك الحاجة فيها شيء مميز، هذوك الناس ما فيهمش. نعطيكم مثال، نقولوا محمد، اسمع مليح، محمد هو الأطول في قسمه، يعني الأخرين ما كاش لي طويل قد محمد. يعني صفة الطول، الأجيكتيف تاع الطول، راهو كاين غير في محمد، يعني هو راهو الأطول. هما طوال صح، بصح ماشي قد محمد. أوكي، روحوا نشوفوا كيفاش. نعطيكم مثال، عندنا The Great Wall of China، سور الصين العظيم، is the longest، هو الأطول structure ever building، هو أطول بنية ولا أطول بنيان في الأبد كما نقوله. أوكي، يعني رانا قارنا السور الصين العظيم مع كامل البنايات تاع الدنيا كاملة، ماشي قلنا السور الصين العظيم كبير على السور ما نش عارف تاع إسرائيل هذاك، نو قارناه مع كامل، يعني ما كاش سور طويل قد سور الصين العظيم. فهمنا دوكا كيفاش نديرو؟ نعطيكم مثال ثاني، My father is the wisest person I have seen، بابا هو الإنسان الحكيم كامل اللي شفته في حياتي. داكوغ، يعني باباه، هو قارن باباه مع الناس اللي شافهم في حياته، يعني هو الذكي فيهم، هو الأحكم فيهم، هو نروحو نشوفو عندنا ثاني هنايا، My mother هنا راني غلطة، درت my mother is the prettiest woman in my eyes، معناتها يما هي الشابة كامل في عينيا، ما كان حتى وحدة نشوفها أجمل من ماما. August is the hottest month in the year، هو أسخن شهر في السنة. Bugatti، نوع من السيارات، is the most expensive car in the world، هي أغلى سيارة في العالم. Okay. The Algerian football team، الفريق الوطني الجزائري تاع كرة القدم، is the best، هو يعني الفور كاع، team in the African Cup 2019، هو الفريق الفور فيهم كاع في الكومبيتيشن، في المسابقة تاع 2019 أمم إفريقيا. دوكا نروحو نشوفو كيفاش نستعملو الآخر تاعنا. نبداو باش نستعمل، هي باش نديرو superiority or superlative of superiority، راح نستعملو الأجكتيف. نشوفو هذاك الأجكتيف كيفاش نستعملو. كيما عرفنا حنايا عندنا زوج، عندنا long adjective و short adjective. long adjective سهل، راه في حاجه واحده ونكملوها، بصح short adjective، ميم short adjective راهو سهل بصح فيه عده نقاط لازم نعرفوها. اول شيء كي يكون عندنا short adjective، القاعده واش تقول لك؟ راح تقارن حاجه مع مجموعه من الاشياء، راح تقول محمد is، لازم تكون the زائد adjective تاعك. نقولوا adjective تاعنا هي طويل، طول، tall، لازم هذه كي تكون ادجكتيف قصيره تلصق معها اي اس تي. اوكي، مثلا نقولوا لونغ، ذا لونجست، زدنا لها اي اس تي. بور، ذا بورست، زدنا لها اي اس تي. تال، ذا، لازم تدير ذا تالست. فاست، ذا فاستست. اوكي، سلو، ذا سلوست. تبع معايا، نعطيكم مثال، نقولوا مثلا أمينة is the tallest girl in her family، أمينة هي الفتاة الطويلة في عائلتها. تفهمنا؟ خلاص نديروا هايلك،
The Great Wall of China, سور الصين العظيم, is the longest, نقدر نقوله the longest wall, هو أطول جدار في العالم, in the world. صحيح؟ تفهمنا؟ لازم كي تكون عندك short adjective لازم the قبلها وزيد لها est مع الاخر, خلاص؟ the زائد est كي تكون عندك short adjective. اني حاب نزيد لها est معناتها اني حاب نكبرها, داكوغ؟ نروحو نشوفو مباشرة بسرعة long adjective ومن بعد نعاودو نرجعو للshort adjective. long adjective واش تقول لك القاعدة؟ شوف long adjective معناتها الكلمة تاعي ولا الادجكتيف تاعي ولا الصفة تاعي راهي طويلة, الصفة تاعي راهي طويلة لازم نزيد لها كلمة كاملة, ما تكفيهاش غير suffix صغيرة, ما يتكفيهاش إضافة صغيرة, لازم نزيدو لها كاملة. مثلا important, important راهي long adjective, adjective طويلة, نقولو the most ونخلي important كما راهي ما نزيد لها والو, نزيد لها the most قبلها. beautiful, the most beautiful. difficult, the most difficult. dangerous, the most dangerous. expensive, the most expensive. popular, the most popular. okay, خلاص يعني هذه كبيرة زدنا لها كلمة كاملة. اوكي يعني الاخرى نزيدو لها est مع التالي على خاطر قصيرة, وهذه نزيدو لها most قبلها على خاطر كبيرة, هي كبيرة زدنا لها كلمة كبيرة. نرجعو, كاين بعض الحالات لازم نشوفوهم كي تكون عندنا short adjective كيفاش نتعاملو معاهم. اوكي نروحو نعاودو نرجعو للshort adjective. قلنا الادجكتيف تاعنا لازم نزيدو لها, واش نزيدو لها؟ كي تكون صغيرة est the قبلها و est بعدها. هنا بواحد الحالة قالك شوف, قالك كي تكون short adjective تاعك اخر حرف فيها اي ما زيدلهاش est كاملة, زيد لها غير est برك. كيما نقولو مثلا عندنا هايليك لارج تخلص بالاي, ما نقولوش هكذا, ما نقولوش لارج ميس قالت لنا نزيدو لها est, نزيد لها est وحده اخرى. نو ما تجيش est, كي تكون هي تخلص بالاي est زيد لها غير est برك, نحي وحده, المهم يكونوش اي. كيما هايليك تكون عندك لارج دير the largest زيد لها غير est برك, فاهمين؟ ليت the late تست ما زيدلهاش اي اس تي كامله, زيدلها غير الاس والتي على خاطر هي ديجا تخلص بالاي. نايس تخلص بالاي, ذا نايسست غير اس تي برك. بريف ذا بريفست, خلاص الحاجه الاولى كي تكون تخلص الادجكتيف تاعك بالاي زيدلها غير اس تي ماشي اي اس تي كي تكون قصيره. روحوا نشوفوا حاله واحده اخرى, قال لك شورت ادجكتيف, مازلنا في الشورت ادجكتيف اللي تخلص تنتهي بالواي, اللي تكون الاخر تاعها واي. اوكي اخر كلمه تخلص بالواي, كيما لاكي, كيما هابي, كيما ايرلي, كيما ايزي. اوكي واش قال لك دير؟ قال لك هذيك الشورت ادجكتيف تاعك هذيك الواي اللي تخلص بها نحيها ودير اي. اوكي واي نحيها ودير اي وزيد لصق معها اي اس تي. نشوفو في الامثله تاعنا لاكي تخلص بالواي, شوفو واش درت, هذه الواي نحيتها درت الاي في بلاصه الواي وزدت اي اس تي. هابي نحيت الواي درت الاي وزدت اي اس تي. ايرلي نحيت الواي درت الاي في بلاصه الواي وزدت اي اس تي. تخلص بالايزي تخلص بالواي درت الاي وزدت الاي اس تي. اوكي قلنا الاولى تكون تخلص بالاي نزيدو لها اس تي برك, هذه تخلص بالواي نحو الواي ونديرو اي اي اس تي. خلاص مازالت لنا حاله ثالثه, قال لك شورت ادجكتيف شوفوا باش تخلصه النهايه تاعها واش تكون. النهايه هي اول شيء تكون شورت ادجكتيف راك معايا, ثاني شيء تكون تخلص بفاول, انا عارفوا الفاولز احنا قريناهم, الفاولز هما الحروف التاليه هما اي اي او يو و اي, هذو هما الفاولز. تكون الادجكتيف تاعنا
تجي فاول وموراها كونسونانت. كونسونانت وشنو هما الكونسونانت؟ جميع الحروف تاع اللغه الانجليزيه ما عدا هاد الخمسه، معناتها بي سي دي اف تي اتش ار الى اخره، جميع الحروف ما عدا هذا. اوكي، يعني لازم تكون تنتهي بكونسونانت وقبله فاول، كونسونانت قبله فاول، كونسونانت قبله فاول، كونسونانت قبله فاول. كي يكون عندك اخر حرف كونسونانت وقبله فاول واش دير؟ اخر حرف زيد عاودو، زيد عاود كتبو دوبليه وزيد اي اس تي. هاي ليك بيج زدنا لها الجي وزدنا اي اس تي، هات زدنا تي وزدنا اي اس تي، فات زدنا تي وزدنا اي اس تي، فيت زدنا تي وحده اخرى زدنا اي اس تي. خلاص هذو ثلاث نقاط عرفناهم. كي يكون يخلص بكونسونانت وقبله فاول اخر حرف نعاودو نكتبوه ونزيدو نلصقو معاهم اي اس تي. تكون الادجكتيف تاعي تخلص بالواي نحي الواي ونزيد الاي الاي، نزيد الاي اي اس تي. تكون تخلص بالاي نزيد لها غير اس تي. تفهمنا؟ خلاص. وكيما قلنا على اللونغ ادجكتيف نديرو ذا موست امبورتنت. انجلش از ذا موست امبورتنت لانجويج ان ذا وورلد. الإنجليزية هي اللغة المهمة كامل في العالم. صحيح. وكاين بعض بعض الأدجكتيفز نسموهم irregular، irregular adjectives ولا irregular superlatives. هادو لازم تحفظهم، ما عندك حتى خيار، على خاطر ما كاش كاين غير هادو برك. لازم تحفظهم. كي يقول لك زعما دير راح تقارن بين حاجة واحدة ومجموعة من الأشياء، حاجة فيها صفة والأخرين ما فيهمش. أوكي، وش تدير؟ دير زعما يعطي لك good لازم تتحول كامل ترجع the best، bad سيء ترجع the worst، many ولا much يرجعوا the most، little ترجع the least، far ترجع farther ولا farthest، farthest ولا farthest. اوكي، تكتب هكذا ولا تكتب هكذا في زوج صحاح. old ترجع the oldest ولا ترجع the eldest. المهم هذو كامل لازم تحفظهم. اكيد في الفرض ولا الاختبار الا طالك زعما تمرين على superlative of superiority لازم يعطي لك وحده irregular. شوفوا واش يعطي لك، يعطي لك وحده irregular، يعطي لك وحده long adjective، يعطي لك وحده من هذو، يعطيك مثلا تخلص بالاي انت زيد لها غير اس تي، مثلا تخلص بالواي تقلب لها اي اي اس تي، ولا يعطي لك تكون تخلص بالكونسونانت تقبلو فاول دوبلي لها الحرف الاخر وزيد اي اس تي. المهم يعطي لك وحده من هادو. داكوغ. وكاين كاين بعض الادجكتيفز هادو ثاني حاول غير تحفظهم، ما كاش بزاف تقدر تتعامل تدير لهم القاعده تاع الشورت ادجكتيف ودير لهم القاعده تاع لونغ ادجكتيف. عندنا كوايت تقدر تقول ذا كوايتست ولا تقول ذا موست كوايت، كليفر تقدر تقول ذا كليفرست تقدر تقول ذا موست كليفر، نارو تقدر تقول ذا ناروست ولا تقدر تقول ذا موست نارو، سيمبل تقدر تقول سيمبلست تقدر تقول ذا موست سيمبل. يعني هذو يمشوا معاهم القاعده تاع لونغ ادجكتيف وشورت ادجكتيف، على الرغم انهم شورت ادجكتيف اللي هما صغار بصح تمشي معاهم القاعده تاع الاثنين. اوكي، روحوا شوفوا اكتيفيتيز تاع الكتاب نحلوهم نحاولوا نطبقوا القاعده اللي شفناها في الدرس. اوكي، تاسك 1 بيج 76 واش يقول لك هذا الاكتيفيتي؟ I write the superlative adjectives. هنا راني رايح نحط adjective of superiority. It means superlative adjective. واش نقولوا؟ Writing my first poem أول شعر كتبته has been exciting experience in my life. كان أجمل experience في حياتي، كان حاجة رائعة. شوف هنا exciting راهي راهي long adjective ولا short adjective؟ راهي long adjective، راهي واضحة. كي تكون عندك هكذا long adjective روح directly وش تدير؟ مو the، ما تنساوش the، has been the most exciting the most exciting experience in my life. okay، dear دير راهي طويلة ولا قصيرة؟ راهي قصيرة. وش نزيدو لها؟
ما تخلصش بالاي، ما فيهاش الواي، ما فيهاش ال يعني فاول، هذا راهي لونغ شورت ادجكتيف. دي اه هنا تقول لي ميس، بصح ميس هذا شوفي هاو يخلص بكونسوننت وقبله فاول. شوف اما قلت لكم مش مقبله في الشرح، كي يكون عندها كونسوننت واحد برك، كونسوننت واحد، هنا عندنا عندنا فاول واحد برك، اوكي عندنا فاول واحد في الكلمه في الـ في الـ في الادجكتيف. كي يكون عند كي تكون تخلص بال واش قلنا بالكونسوننت وقبلها فاول، بصح هذاك الفاول الوحيد ما كاش تو فاولز، بصح حنا عندنا تو فاولز، عندنا اي فاول واي فاول، نسيت باش نقولها لكم في في الشرح، معليش نقولوا هذه شورت ادجكتيف، نقولوا نزيدوا لها اي اس تي مع التالي ذا دي ريست. The dearest memory in my childhood is my first day at school. D'accord. هنا عندنا nice. باش تخلص nice بالاي. يعني نزيدو لها غير اس تي برك. نديرو the nicest. The nicest. D'accord. نزيدو نشوفو النقطة اللي مراها. باش نزربو شوية ما يكونش الفيديو طويل. Painful. painful شيء مؤلم، painful راهي طويلة، نديرو the most painful. داكوغ the most painful. نروحو للتمرين للسؤال اللي من بعد. عندنا great، great راهي long راهي short adjective، اوكي نقولو ماهيش طويلة، راهي نقولو the greatest، the greatest، نزيدو لها اي اس تي ديريكت، ما عندنا لا واي، ما عندنا لا والو. عندنا strong، strong راهي قصيره، كي تكون عندنا short adjective ما فيها والو، راهي عاديه ما فيها لي اي مع التالي، نزيدو لها مباشره اي اس تي the strongest. داكوغ the strongest. روحو هنايا عندنا wise، wise ثاني راهي قصيرة بصح تخلص بالاي، كي تكون تخلص بالاي نزيدو لها اس تي ديريكت the wisest، اوكي نزيدو لها غير اس تي برك على خاطر عندنا الاي. روحو نشوفو task 2 page 76. I write superlative forms، راح نديرو superlative forms of the underlined adjective and use the clues between brackets to complete the sentences about myself. عطالك شوف عطالك جملة هاك رايح تركبها وتصنع ال superlative تاع الadjective تاعنا هنايا، اوكي واش قالك؟ عطالك في الجملة الأولى قالك لازم تعطيني عنوان تاع فيلم ويكون هذا الفيلم good، يكون عجبك زعما اجمل فيلم شفته في حياتك، اوكي اعطي اي عنوان عجبك، اي عنوان عجبك، اوكي وجود هي وش هي؟ هي irregular adjective، هي من هذوك الادجكتيفز اللي يتبدلوا كامل، جود ترجع the best، واعطي عنوان تحبه، انا خيرت هذا العنوان the lion king، معناتها الملك الكينغ الاسد، اوكي is the best film، is the best film على خاطر هذا فيلم عنوان تاع فيلم I have ever seen، هنا هذه نقراوها have ever seen، اوكي good ترجع the best ونعطي عنوان تاع فيلم، اوكي روحوا نشوفوا sentence number 2 sentence الثانيه عطالك قالك اعطيني تايتل تاع بوك، اعطي له عنوان تاع كتاب داكوغ، وهو اسوأ كتاب قريته ما عجبكش كامل، الادجكتيف تاعنا هي باد، باد كيفاش ترجع؟ ترجع the worst تتغير كامل لانها irregular adjective، وهنا عطينا عنوان واش تقول زعما نقولو مانيش عارفة انايا كتاب نجمة، نجمة تاع كاتب ياسين is the worst I have ever read. اوكي okay. انا خيرت لكم عنوان واحد اخر وقلت لكم grandpa won't wake up،
جدي مات، جدي ما حبش يستيقظ. is لازم تدير فعلة ما تنساش is the worst book I've ever read. I've ever read هو شغل أسوأ كتاب قريته. خلاص نروحوا لبعده. The song عطينا title تاع the song تاع الغنية اللي تعجبك. adjective تاعنا beautiful راه واضح بلي راهي long adjective. نزيدو لها the most ever heard. اوكي ما هي الاجمل غنية سمعتها في حياتك؟ هنا حدير the most beautiful song I've heard. واش نقول؟ La liberté by Soul King is the most beautiful song I've heard. Okay, I've ever, زيد هنا ever, ever heard. خلاص هي أجمل غنية سمعتها. روحوا هنا وش قالك؟ قالك name of dish اسم تاع طبق تحبه. Delicious, delicious راهي long adjective. نديرها the most ever I've ever eaten. وشنو هو أجمل أجمل طبق ولا ألذ طبق كليتو؟ نقوله كوسكوس. The is the most delicious dish I've ever eaten. كوسكوس is the most delicious dish I've ever eaten. خلاص دوكا واش قالك؟ قالك خير اسم تاع صديق يكون قريب ليك مقرب ليك. انا مثلا قلت نسيمة is the closest. هنا راهي short adjective تخلص بالاي نزيدو لها غير استي استي فقط خاطر الاي راهي عندنا. is the closest friend I've ever had. وانت خير اي اسم تاع صديق تاعك. داكوغ روحو لتاسك 3 page 76. I choose three adjectives. راني راح نخير three adjectives from the following list. هاي لك الليست تاعنا عندنا happy, sad, painful, unforgettable معناتها ما تتنساش. To write their superlative form in three sentences about my childhood memories or life experiences. واش قال لك هنايا؟ قال لك راح يعطي لك جمله وكل جمله كل جمله لازم تستعملي فيها ثلاث مقارنات. اوكي يعني تستعمل ثلاثه adjectives. رايحين نشوفوا. انا هنا استعملتهم لكم كامل. اوكي انت تستعمل ثلاثه برك في السؤال. قال لك one استعملت هذا طبعا هنا مثال. One of the earliest, earliest of, هنا earliest تخلص. شوفوا كيفاش تخلص early like this. هاي لك نحينا الواي ودرنا I E S T هي short adjective وتخلص بالواي. Of my childhood memories is the day when my parents took me in the zoo. اوكي هذه لازم تتركبها وتكملها. روحوا شوفوا the adjective happy. وشنو هي أسعد؟ هي سعيد. وشنو هي أسعد حاجة في حياتك؟ تكتب هكذا one of واحدة من أسعد أيام حياتي. one of the happiest day in my life is هي وشنو؟ انت دير وش حبيت. when I pass my primary exam كي نجحت في البريمير. داكوغ وانت دير واش حبيت دير اي شيء يعجبك. من بعد هنا قال لك احزن ساد. شوفوا ساد تخلص بالدي قبلها فاول عندنا فاول وحده برك في الكلمه. وشنو هو احزن شيء في حياتك؟ one of the saddest وقصير نزيدو لها اي اس تي وندوبليو اخر حرف. day in my life is وشنو هو؟ when my grandmother died هو أحزن شيء كما ماتت جداتي. أوكي the painful وشنو حاجة اللي شغل وجعاتك بزاف؟ one of the most painful childhood memories واحدة من اللي شغل توجعت فيها برك من ذكريات الطفولة تاعي is
وشنو هي؟ The day when هو النهار اللي I have been beaten، النهار اللي انضربت فيه by my best teacher، من أعز الأساتذة تاوعي. داكوغ؟ هنا unforgettable معناتها الحاجة اللي ما نسيتهاش كاع. هنا عندنا forget راهي long adjective، درنا most كيما painful، ثاني long adjective درنا most. وش تقول؟ تقول one of the most unforgettable childhood memories، واحدة من اللي ما نسيتهاش كاع في ذكريات الطفولة، is هي the day نهار when I saw نهار اللي شفت the sea البحر for the first time in my life، لأول مرة في حياتي. أوكي؟ وانت ركب الجملة كيما حبيت، هنا انت تبدل غير منها. أوكي؟ انت تبدل غير منها more when وكمل، دير اي الحاجه اللي ما اللي وجعاتك واللي ما عجباتكش الى اخره. اوكي سو اي سي ثانك يو فير ماتش، نقول لكم شكرا جزيلا على المشاهده. وهذا الدرس راه هو السنوات الرابعه متوسط سيكونس 2، واللي ما فهمش اي شيء يخلي لي كومونتير، والا عجبتكم طريقه الشرح خلونا كومونتير ثاني. واللي جاوا معنا جدد في القناه مرحبا بكم، وما تنساوش تشاركونا في القناة وديروا سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى درس قادم إن شاء الله.